اختتمت فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي بحضور عدد كبير من صناع الفن. استهل حفل ختام المهرجان بعرض استعراضي بعنوان عايشين، تلاه عرض فيلم تسجيلي ضم مشاهد من أهم الفعاليات التي شهدتها الدورة الأربعين من المهرجان. كان في زخم كبير وكان في زحمه وكان في افلام وكان في مسابقات، في 6 مسابقات، مسابقه الاطفال اللي بتقام لاول مره، ومسابقه الفيلم القصير اللي هي شباب مصر، ومسابقه الفيلم القصير المتوسطي، ومسابقه الفيلم العربي الطويل اللي بتحمل اسم الاستاذ نور الشريف، والمسابقه الدوليه لدول البحر المتوسط، غير مسابقه السيناريو. في افلام كتيره كويسه جدا من الناحيه الفنيه، ومصر ولاده، وفعلا يعني في مخرجين كتير وعادين جدا، واتوقع ان هم قريب قوي ان شاء الله يخشوا لسوق العمل. بهني كل القائمين على مهرجان اسكندريه السينمائي السنه دي الدوره ال40، اداره ومشاركين في المسابقه وحضور كمان، يعني بهني كل كمان المكرمين من رموز الفن السكندري، لفته طيبه جدا من إدارة المهرجان. بلدنا بتشجعنا ورئيسنا بيشجعنا، فاحنا يا ريت نستمر على دوت ونحافظ وكل الناس تشتغل وكل الناس تبقى مفتوح سوق العمل الفني. والأفلام اللي كانت عالية، 5 أفلام من 12 هي حازت على جوائز المسابقة، اللي تمثلت بأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل مخرج.